أبو قيسمة دخل مرة حائطه أي بستانه بعدما فصل رسول الله من المدينة بعشر أيام، يعني ذهب إلى الغزو عشر، بقاله عشر أيام، فدخل فوجد العريشين، العريشين العريشة اللي عملها في البستان، وعند كل عريشة امرأة حسناء، عنده مرتين كل واحدة قاعدة في ايه، وكل واحدة معدة طعام المطهي وفي الظلال الباردة وفي الثمر المدلي، مسألة يعني مستوفية. فلما دخل مسته نفحة من صفاء النفس، وقال رسول الله في الفيح والريح، الفيح يعني الايه، حرارة شديدة قوي، الفيح والايه والريح والقر والبرد، وانا هنا في ظل بارد وطعام مطهوك وامرأتين حسناوين وعريش وسيف، والله ما ذلك بالنصفة لك يا رسول الله. وأخذ زمام راحلته وركبها فكلمت المرأتين، فلا يلتفت لواحدة منهما ليكلمها، ثم ذهب ليلحق بالإيه برسول الله. فقال صحابة رسول الله يا رسول الله إننا نرى شبح رجل مقبل، فنظر رسول الله وقال كن أبا خيسمة، فوجده أبو إيه خيسمة. أدل المعنى اللي بقول لك تاب الله إيه على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. دي وقعت مين؟ في الصحابة اللي كانوا عايزين يرجعوا، وفي أبو خيسمة